بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساحة الرياضية في الألعاب الأخرى طبعا محليا عالميا وداخل جدران النادي الأهلي. الفقرة الأولى والنص الأول من حلقتنا بيبقى مجموعة من الأخبار زي ما تعودنا وتعليقنا عليها. الفقرة الثانية بيبقى فقرة حوارية. نجومنا النهاردة هم نجوم كرة السلة الفريق الأول. صفقتين انضموا السنة دي من نادي سموحة كان لهم دور كبير جدا في البطولتين اللي دخلوا النادي الأهلي حتى الآن، بطولة القاهرة وبطولة البطولة العربية، مرورا بالتصفيات اللي اتعملت على دورتين مجمعتين في دوري المرتبط. هيكون معانا عمر عزب ومروان سرحان. عايز اقول لكم انه طب ليه عمر عزب ومروان سرحان؟ لان الحقيقه رغبتهم الشديده للانتقال للنادي الاهلي هي اللي حسمت الموضوع في النهايه. فلازم يكونوا معانا النهارده هنتكلم معاهم في كل حاجه، كواليس الانتقال، في امور لاول مره هنقولها النهارده، التفاصيل الصغيره والتضحيات اللي هم قدموها عشان يوصلوا نهايه بارتداء القميص الاحمر، والنادي الاهلي عمره ما بينسى ده، ولا احنا بننساه كجمهور النادي الاهلي، ولا بننسى اللي اشترى النادي الاهلي، وطبعا كلنا بنقف وراه. النهارده انتظروا في الفقره الثانيه كتير مع عمر ومروان هنتكلم عنه ان شاء الله. هروح في البدايه الانترو زي ما تعودنا بنتكلم على حدث او امر مهم جدا. النهارده طبعا كل السوشيال ميديا وكله، يعني انا محظوظ ان الحلقه بتاعتي طلعت بعد مباراه محمد صلاح ليفربول ومان يونايتد واللي انتهت منذ يمكن ربع ساعه او ثلث ساعه، ومحمد صلاح حط فيها هاتريك 3 اهداف وصنع هدف، يعني عمل يعني ارقام وكسر ارقام كتيره، واول لاعب في التاريخ في ليفربول يحط في ملعب المان يونايتد 3 اهداف. محمد صلاح انا مش هتكلم عنه فنيا الحقيقه، لان طبعا هو بلا شك وبلا منازع هو افضل لاعب في العالم دلوقتي برأي كل المتابعين، ولكن انا هتكلم عن الحاله اللي عاملها محمد صلاح. انا الحقيقه كنت زمان وانا صغير بسمع عن اغاني ام كلثوم لما كان كل المصريين بيتلموا حواليها، وكان الراديو ساعتها شغال، وكان الراديو هو الحاجه الاساسيه زي التلفزيون دلوقتي، وكان مصر كلها ساعه حفله ام كلثوم يوم الخميس اول خميس في الشهر كان مصر كلها بتفضى. انا الحقيقه يعني ما شفتش ده، بس قريت عنه وشفت في المسلسلات القديمه وغيره. لما الناس كانت تتكلم على فيلم محمد عبد الوهاب وهو نازل جديد، وكل مصر بتقعد تتفرج على فيلم محمد عبد الوهاب الجديد، انا شفت ده دلوقتي في محمد صلاح. محمد صلاح مصر كلها، كل حتى اللي في شغله فتح تليفونه بيتفرج على الماتش لايف، حتى اللي ما قدرش يشوف الماتش بيشوف التعليقات اللي اتقالت عليه والاجوان بعد ما بيتخلص المباراه وبعد ما بيخلص شغله او في المكان اللي هو فيه. محمد صلاح النهارده كل مصر بتتجمع وراه. محمد صلاح الحقيقه اصبح رمز، ومش بس لكره القدم، كل الرياضيين حاطين محمد صلاح قدامهم، ان محمد صلاح قدر، هو ابن مصر يعني من قريه بسيطه، مش هنقول طبعا من القاهره والجيزه، طبعا من قريه بسيطه اللي اغلب المصريين بينتموا للكرة والنجوع، اغلب المصريين اللي بجد طبعا اللي احنا يعني بكلهم كل الاحترام. محمد صلاح كافح عشان يوصل اللي هو فيه. ما تقوليش اصل انا يعني اتولدت بعيد عن النادي، اصل انا ما عنديش امكانيات، اصل انا محمد صلاح جاوب على كل ده. محمد صلاح عمل حاله كبيره جدا عند الناس وعند المصريين ان احنا نقدر. محمد صلاح قال لمصر كلها احنا نقدر، ونقدر نكون في ليفل تاني خالص، ونقدر نمثل مصر ونشرف مصر اللي هي الاسم الاعظم اللي احنا كلنا تحت مظلته. بجد بنحييك يا محمد صلاح، وبنقول لك متشكرين على اللي انت عامله، وكل دعوات المصريين وراك باذن الله ان انت تحقق ارقام اكتر واكتر. ما شاء الله انت سنك صغير 29 سنه، لسه قدامك على الاقل 10 سنوات من الانجازات، وتفرحنا كمان وكمان، ولسه ليك مع المنتخب كمان صورات وجولات باذن الله. هنطلع مع محمد صلاح نروح لمثل ايضا مشرف جدا، والكلام اللي هقوله لكم ده حصري لبرنامج الابطال. بيج رامي النجم الكبير اللي طبعا اخذ منذ ايام او من 10 ايام مستر اولمبيا للمره الثانيه على التوالي كالعربي والمصري الاول في التاريخ اللي يحصل على هذه البطوله، وكمان صعب الدنيا ان يحصل عليها مرتين ورا بعض، صعب الدنيا على اللي بعده، بس طبعا يعني ده نتمناه يحصل كمان. اللي عايز اقول لكم الحصري لينا واللي جبناه وما عرفناهوش من بيج رامي، عرفناه من الكواليس. بيج رامي وهو على المسرح ممنوع ترفع اي علم، بطوله مستر اولمبيا المنظمين وقواعد البطوله ممنوع، لو هترفع بغرامه. لو هترفع علم او يعني علم، خلينا نتكلم على علم، لو رفعت علم بلدك او اي علم ده ممنوع، مش مصرح بيه، انت تكسب بطولتك تاخد جايزتك وتروح.
بالرغم ان بيج رامي كان عارف ان في غرامه، هو سمح لك ولكن بغرامه، سمح ان انت ترفع ولكن بغرامه كبير ان انت ترفع علم. بيج رامي رفع علم مصر، وكان الاتفاق مع اصحابه ان انا لو كسبت الصوره دي، لو كسبت ادوني علم مصر، والجايزه اللي خدها بيج رامي اتخصم منها مبلغ كبير. انا طبعا ما اقدرش اقوله احتراما لكابتن بيج رامي لانه راجل نجم كبير واسطوره كبيره، واتخصم منه عشان رفع اسم مصر، ولكن او مش اسم مصر، علم مصر، دي لوائح البطوله يعني منظمه. ومع ذلك اثر، ده حبه وانتمائه لبلده. وبرده بيج رامي بيضرب اعظم الامثله في الانتماء. برده طالع من قريه، نفس قصه محمد صلاح، كافح، تعب، سافر، كان محتاج غذاء بشكل معين، اهتمام بشكل معين، تغلب على كل الصعاب دي وكبر حلمه، وصل بحلمه لمكان كبير خلى المصريين كلهم فخورين بيه. بنشكرك وانا بحب اقول الامثله دي عشان ازرع في النشء اللي طالع الانتماء. حبك لمصر، يعني انا كان ليا الشرف ان انا ارتديت تيشيرت منتخب مصر، انا مثلت مصر. مصر يعني شرف كبير جدا، مصر دوله كبيره ودوله عظيمه وفيها كوادر يعني كوادر عظيمه في كل المجالات. فالحقيقه لازم نعلي الانتماء ده عند النشء اللي طالع. مصر ثم مصر ثم مصر في كل المجالات. اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي هو الرياضه، لازم النشء اللي طالع يبقى حاطط دايما مصر قدامه. ده الخبرين اللي في البدايه حبيت ابتدي بيهم، يدونا طاقه ايجابيه نقدر نكمل بيهم اخبارنا ونشوف كل الاخبار بنفس زي ما بيقولوا يعني مفتوحه. هنروح لكره اليد. كره اليد زي ما انتم عارفين بيلعبوا دلوقتي الدور الترتيبي في دوري المحترفين في كره اليد. فوزنا الحمد لله على الظهور، الماتش كان اتلعب امبارح على صاله نادي الظهور بمدينه نصر، فوزنا بنتيجه كبيره 40-26. طبعا الفريق بقياده الكابتن طارق محروس، والماتش كان الجمعه، ماشي معلش كان الجمعه، هو الماتشات بتلعب خميس وجمعه. ولعبنا لحد دلوقتي 11 ماتش، فوزنا في 10 وخسرنا مباراه واحده، وعندنا 31 نقطه. زي ما قلت لكم الدور ده ترتيبي فقط، هناخده اول سته، اول سته هيطلع له الدور اللي بعد كده، يلعبوا دورتين مجمعتين رايح جاي ب 10 ماتشات. ماتشنا اللي جاي مع طلائع الجيش يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله، كل التوفيق لفرقتنا باذن الله. هنروح لكرة اليد سيدات، ويقصوا النادي الأهلي يقصوا على هوليدو بدوري عمومي سيدات الأهلي بنتيجة 27-8، نتيجة كبيرة. الشوط الأول خلص 14-3، وسعنا الفرق في الشوط الثاني، وصل زي ما قلت لحضراتكم إلى 27-8. طبعا احنا بنلعب في مجموعة من 10 فرق، الأهلي والشمس والطيران و6 أكتوبر، هوليدو ومنوف والرياضي واتحاد الشرطة والترسانة ومركز شباب شيشة الأنعام، والبطولة دي بمجموعتين، كل مجموعة هيتأهل منها 3 فرق يطلعوا في الدور اللي بعد كده 6 فرق. وزي ما بقوله بعيد، لازم يبقى في نظره في دوري كره اليد للسيدات، الفروق كبيره، لازم يتقسم على جزئين، مفيش اي فايده لفريق صغير بيلعب ماتشات ضعيفه وما بيستفادش حاجه او بيخسر فرق سكور كبير، ومفيش استفاده لفرقه جامده بتكسب فرق كبير، لازم يبقى في تقسيم للدوري بشكل على مجموعتين عشان يبقى الاستفاده للكل. طيب هنروح لكرة السلة، كرة السلة زي ما حضراتكم عارفين مرورا ببطولة القاهرة اللي فزنا بيها، البطولة العربية، وصولا إلى دوري المرتبط. دوري المرتبط كنا بنلعب دورتين مجمعتين، واحدة في اسكندرية وواحدة في القاهرة، كان معانا الطيران طنطا سبورتنج، فزنا بالعلامة الكاملة كبار ومرتبط تحت 18 سنة، وده يعني حاجة أسعدتنا كلنا إن إحنا ماشيين بخطة ثابتة إن شاء الله رايحين على الدوري المرتبط وندافع على لقبنا، إحنا حامل اللقب ده. طبعا عبد الله ناصر في دنك حطه في المباراة. مين هنقابله بقى في دور ال 16؟ القناه. الماتش الاولاني هيبقى يوم الثلاث باذن الله، والماتش الثاني يوم الجمعه، ده دور ال 16. عشان نطلع دور الثمانيه هنلاعب الكسبان من مصير الاتصالات والجيش، لان في ناس قالت لك هنقابل الزمالك، لا هنقابل مصير الاتصالات والجيش في دور الثمانيه ان شاء الله، في حاله فوزنا في دور ال 16 هنقابل الفائز من مصر التامين والجيش. كاميرا برنامجنا الابطال كانت موجوده في ماتش سبورتنج، عملنا التقرير اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. اكيد سبورتنج فريق من التوب 6 في الدوري عندنا، فريق محترم وجهاز محترم. كنا مستعدين للماتش بالمجموعه اللي موجوده عندنا، 6 اصابات ما لعبتش النهارده،
كان في نقص كبير، احنا حتى السكور شيت كان متسجل فيه 10 لعيبه المفروض يتسجل فيه 12، بس الحمد لله الناس اللعيبه الموجوده ادت اللي عليها وكفت في الماتش، وزي ما بيقولوا كفت ووفت يعني، فالحمد لله بشكرهم على المجهود اللي عملوه النهارده ومبروك لجمهور النادي الاهلي. الحمد لله طبعا اداء كويس جدا من الفرقه، احنا ناقصين لعيبه كتير، انا نسيت تقريبا 5 لعيبه اصابات او 6 لعيبه، ومصعدين ناس من الناشئين، مؤمن طارق خيري ويمكن لعب يعني ما شاء الله كويس جدا في ال3 ماتشات اللي فاتوا، واهم حاجه يعني احسن حاجه الحمد لله الروح اللي في الفرقه، وان احنا ما يعني ما فيش استسلام الماتش، يمكن النهارده يمكن كانت نتيجته ما كانتش فارقه، لان احنا الناشئين بتوعنا المرتبط كانوا كسبوا، بس يعني ده احنا بنلعب كل ماتش عشان نكسبه، ويعني الحمد لله على الاداء، وان شاء الله نكمل كده والناس المصابه ترجع لنا ان شاء الله. بنوعد الجمهور ان شاء الله السنه دي الحمد لله يعني ابتديناها بالبطوله العربيه وبطوله المنطقه، وان شاء الله نكمل يعني البطوله اللي جايه بطوله المرتبط، وبنوعد الجمهور ان شاء الله يعني ان احنا مش هنبخل باي جهد ولا باي تعب، وان احنا نفرحهم لان هم يستاهلوا، يعني وقفوا ورانا كتير ويستاهلوا ان احنا نفرحهم ان شاء الله. الحمد لله احنا كنا راجعين من لود عالي، يعني الفرقه سافروا بطوله عربيه ورجعوا لحموا لعبوا 3 ماتشات في اسكندريه تاني ادوا فيها بشكل كويس، وبعدين رجعوا الاصابات كتير، فكابتن كوتش اوجستي صعدنا والحمد لله مقدمين باداء كويس بصراحه، والنهارده مباراه كويسه جدا، اللعيبه كلها ادت بشكل كويس جدا بصراحه، فالحمد لله. انا عجبني بصراحه يعني السيستم اللي ماشي بيه مستر اوجستي، مفيش عنده لعيب مهم ولعيب مش مهم، كل اللعيبه مهمه، حتى اللعيبه المتصاعده زي ما انتم شايفين، مؤمن طارق خيري خد امبارح، عبد الله ناصر خد كتير، عمرو زهران، يعني بيشارك اللعيبه الصغيرين عشان يبقى لهم دور، ومش دور وهمي، يعني في فرق بين مدير فني بيشارك لعيب ومع اول غلطه يسحبه، وفي فرق بين مدير فني بيشارك لعيب وبيديله الفرصه الحقيقيه، بيحسسه ان انا فعلا محتاج لك. مستر اوجستي بيعمل كده، وشفنا لعيبه كتير جدا، يعني تم احمد حمدي مثلا، يعني الراجل مختلف تماما يعني بشكل ومضمونا عن السنه اللي فاتت. فطبعا الكلام يا رب يا رب يحميهم من الاصابات وتمشي الدنيا زي ما احنا عايزين. في بدايه الخبر كنت قلت لكم ان احنا فوزنا كبار وصغيرين، كاميرا الابطال كانت موجوده مع الفريق 18، عملنا التقييد، اتفرج عليه وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله على مكسب النهارده كان مهم. الجيم يعني مش هضحك على نفسنا، احنا ما كناش دفاعيا بالشكل الكويس قوي طول الجيم، ان احنا جه على ملعبنا 71 بونت، دي بالنسبه لي انا اداء دفاعي مش كويس، المفروض كنا نبقى احسن من كده، لكن يعني نقول بدايه موسم وماتش يعني فرقه كبيره برضو فرقه سبورتنج، فالحمد لله ان يعني في اخر الجيم الناس ابتدت تركز تاني، وان احنا قدرنا نوصل بالجيم للسكور ده الحمد لله. يعني المكسب ده حاجه عاديه، لان احنا دي الاهلي، اللي احنا نكسب دي حاجه عاديه اصلا، ومفروض نكسب بسكور كبير، لان احنا دي الاهلي ما يفرقش معانا اي فرقه، واحنا الفرقه النهارده ادت اداء رجولي، يعني كل الفرقه ما حدش اثر اللي بره السكور والجول سكور، فالحمد لله على المكسب. يعني احنا الهدف بتاعنا ناخد بطوله المرتبط، وان شاء الله بطوله القاهره وبطوله الجمهوريه زي كل سنه النادي الاهلي بيعملها، يعني ان شاء الله. احنا لعبنا حلو النهارده الحمد لله، كان اهم حاجه عندنا الديفنس، ما كناش بنخليهم يوصلوا كتير، والفاست بريك دي كانت اهم حاجه عندنا النهارده، هو ده الفوز بتاعنا ان شاء الله. المرحله الجايه نتمرن اكتر واحسن عشان الماتشات الجايه بقى نعلم الاول وما يحصلش اللي حصل تاني النهارده. والله احنا النهارده يعني كان ربنا موفقنا جامد الحمد لله، كلنا لعبنا بروح وباداء، وحتى اللي ما لعبوش اللي كانوا قاعدين في المدرجات كانوا كلنا قلبنا على قلب بعض وعايزين نكسب، يعني الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا الحمد لله. اصعب لحظه ما بين الهاف تايم لما كان الكوتش بيشجعنا عايزنا نعلى عشان ده مش مستوانا ولازم نلعب احسن ولازم نبقى احسن في حته تانيه. يعني برأي الجميع الحقيقه اللي متابعين كره سله، احنا ان شاء الله في النادي الاهلي ما عندناش مشكله 7 8 سنين جايين فلو جامد او طوفان من الناشئين طالع، يعني يمكن هيبقى عند يعني مدير فني الدرجه الاولى هيبقى عنده مشكله، لعيبه كتيره جدا طالع، يعني الجيل ده مثلا في بيبو، في بيبو زهران، في كريم، في مجموعه من اللاعبين طالعين برده في الجيل ده، طالعين عقبال ما يوصلوا الدرجه الاولى كمان 2 3 سنين هيكونوا اللي قبليهم سبقوهم، فهيبقى في زي ما بيقولوا يعني وفره في اللاعبين الناشئين.
خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل اخبارنا ولكن بعد الفاصل. كرة السلة سيدات بيلعبوا نفس الماتشات او نفس الراوند بتاع الرجال، بيلعبوا التمهيدي بتاع دوري المرتبط. لعبنا خمس ماتشات او لعبنا الماتش الخامس النهارده، كان مع الزهور وانتهى من دقائق وفزنا 80-27، الف مبروك. ده كده الماتش الخامس، الحمد لله العلامه الكامله. عندنا بكره الصيد وفرقتنا متصدره المجموعه طبعا بعد الفوز بالخمس ماتشات كبار وصغيرين، وطبعا فرقتنا بتحافظ على اللقب او دي رحله الدفاع عن اللقب لان احنا حامل اللقب السنه اللي فاتت. طبعا الفريق بيفتقد جهود ثريا الحقيقه اللي اتصابت برباط صليبي، وطبعا هي في مرحله التجهيز للعمليه، ان شاء الله تكون معانا قريب ونطمن عليها ونعرف ايه اللي تم معاها. طبعا العمليه ما ينفعش تعمل بسرعه، لازم الاول الورم اللي في الركبه يروح عشان تقدر تعمل العمليه، كلنا عارفين الكلام ده وكل الرياضيين عارفين الكلام ده. هي في مرحله دلوقتي التجهيز وبتعمل تقويات قبل العمليه عشان بعد العمليه العلاج الطبيعي يبقى اسهل من الاول. وانا عارف الحقيقه ثريا راحت لكذا دكتور، انا متابع الحقيقه الوضع ايه، وخلاص يعني هي قاب قوسين او ادنى انها تعمل عمليه. الف سلامه عليك ان شاء الله، ونتمنى للفريق انه يفوز باذن الله ويعوض غياب نجمه كبيره زي ثريا باذن الله. نروح لتنس الطاوله. تنس الطاوله فازوا على دمنهور بنتيجه 3-0 الماتش اللي اتلعب يوم الجمعه اللي فات. الماتش كان اتلعب على صاله النادي بفرع مدينه نصر، وبكده ده يكون الفوز الثالث لينا على التوالي بعد الفوز على جمعيه الشبان المسيحيين بالقاهره، وبعدين الفوز على اسوان بنتيجه 3 نتيجة واحدة اللي هم 3-0. ماتشين الحمد لله كويس جدا الرجال، 3-0 كل المباريات. مثل فريقنا في الماتش ده محمد البالي، شادي مجدي، عمر بدير، وفريقنا هيلعب الماتش اللي جاي بإذن الله مع نادي الحوار يوم الجمعة القادم. كل التوفيق لتنس الطاولة ويمتعونا ويفرحونا كالعادة. هنروح لهنا جودة. هنا جودة كانت بتلعب من يومين بطولة بولندا المفتوحة تحت 15 سنة، البطولة الدولية في بولندا في بولندا تحت 15 سنة. هنا جودة حققت المركز الثاني بعد ما خسرت من بطلة ألمانيا بنتيجة 3-2. هنا كانت متقدمة 2-0 ولكن للأسف خسرت ثلاث أشواط ورا بعض، انتهى طبعا آخر شوط حتى بالأمارة خلص 12-10 لأن الماتش كان كلوز جدا. يمكن هنا محتاجة شوية يعني شغل شوية، تعرف سنها صغير متصدرة الترتيب العالمي تحت 15 سنة، بتلعب سيدات بتلعب 17 بتلعب 19 وبتفوز. هنا عندها مشكلة شوية، أوقات بتكسب شوطين وتيجي في الثالث تخسره ويوم ياخد وراه الرابع والخامس، محتاج إن يبقى فيه إعداد شوية نفسي، شغل نفسي. هنا طبعا مشروع مش مشروع، هي نجمة كبيرة جدا واتولدت نجمة، محتاجة شغل في الحتة دي، وأكيد الجهاز الفني في النادي الأهلي كابتن أشرف فتاح أكيد هيشتغل الموضوع ده. طيب هنروح لموضوع هنتكلم فيه براحتنا، هنفتكر فيه شويه، معلش في امور لازم توضح. مصطفى عسل لاعبنا للاسكواش، مصطفى عسل لاعب النادي الاهلي في الاسكواش، كان ضيفنا من حلقتين، راح بطوله امريكا المفتوحه فاز بيها كاصغر لاعب. مصطفى عسل بالمناسبه دي صورته عنده 20 سنه. مصطفى عسل راح بطوله امريكا المفتوحه فاز بيها، قبلها بشهور قليله فاز بالعظماء الثمانيه كاصغر لاعب، يعني مشروع نجم جيد جدا ولاعب نجم بالارقام ما شاء الله، ربنا يحميه الاصابه، طالع بسرعه الصاروخ. مصطفى ان شاء الله الشهر الجاي هيبقى الرانك بتاعه الرابع او الخامس، ودي حاجه كويسه جدا انا دخلته وبصيت. طيب ايه طب ما كل ده احنا عارفينه، ايه الجديد؟ الجديد ان مصطفى كان بيلعب زي ما قلت لحضراتكم بطوله قطر الدوليه، بطوله قطر الدوليه كانت بتلعب من يومين، وقبليها كان بيلعب بطوله امريكا. مصطفى عسل بقاله يمكن اربع بطولات متتاليه بيقع في الدرو او في القرعه ضد نجم مصر برضو طارق مؤمن. طارق مؤمن من احد طبعا النجوم الكبار في الاسكواش بلا شك، لاعب نادي الجزيره. ولكن انا هقول لكم بعد المباراه الاخيره، طبعا الاربع مباريات الاخيره مصطفى عسل فاز فيهم على طارق مؤمن، الاربع مباريات اللي ورا بعض يعني على ما اتذكر فاز عليه في بطوله قطر، بطوله امريكا المفتوحه فاز عليه، البطوله العظماء يعني قبله في كذا بطوله فاز عليه. فطبعا طارق مؤمن لاعب عنده تقريبا 33-34 سنه، مصطفى عسل 20 سنه، فتقريبا يمكن الموضوع يعني بيبقى قاسي شويه ان انت بتخسر من لاعب فرق بينك وبينه 14 سنه، واضح ان الموضوع كان قاسي على طارق شويه. طب بتقولي ليه كان قاسي؟ انا اقول لكم، في بطوله امريكا المفتوحه اللي فاتت مصطفى عسل بعد المباراه بتيجي دايما في الاسكواش كده بالذات في قبل النهائي او دور الثمانيه بيجي يعمل معاك انترفيو لقاء جوه الملعب او بره الملعب، لازم تدلي بتصريح. طيب هقول لكم التصريح بالانجليزي واقول لكم ترجمته عشان تقولوا ده اللي قاله مصطفى عسل، والكلام ده اللي مكتوب على البي اس اي، على موقع البي اس اي، موقع بروفيشنال سكواش اسوسيشن، بطوله المحترفين للسكواش، ده الموقع الرسمي وهتطلع الصوره قدام حضراتكم. كاتب بيقول ايه؟
مصطفى عسل I always believe if you have anything بين قوسين wrong with you، يعني انت لو حاسس باي حاجه غلط معاك you should retire. عسل said after the match، هم بيقولوا عسل قال ان انت لو حاسس باي حاجه مشكله اصابه او اي حاجه غلط لازم تريتاير. ريتاير هنا مش معناها تعتزل يا جماعه، ريتاير هنا ريتاير مش معناها اعتزال، معناها انسحب. الترجمه غلط، الكلمه في السياق ريتاير لو لوحدها يبقى اعتزال صح، ولكن لما تيجي في سياق الجمله كده يبقى معناها تنسحب. هو مصطفى عسل ماله مال طارق مؤمن ينسحب ولا لا؟ هو بيقول يا جماعه او يعتزل ولا لا؟ هو بيقول انه على الموقف اللي حصل في المباراه، وهقول لكم الموقف واجيب لكم الفيديو، كل كلامنا موثق مش كلام مرسل. طيب مصطفى عسل قال ايه؟ قال that's what I did with علي and it was the end of the game. It is very tricky to play like that and I am glad to move through. هو بيقول يعني ان ده ماتش كان تريكي جدا وماتش يعني كان يعني ماتش حلو وانا سعيد ان انا عديته. وبيقول عن طارق مؤمن بيقول I wish him a speedy recovery، يعني اتمنى له انه يخف بسرعه. But I believe if you have anything you should retire. قالها كاني لو انت حاسس بحاجه انا بنصحك. خايف عليه الراجل بيقول انا يا جماعه انا خايف عليه، ما قالش حاجه غلط، يعني الكلام ده ما فيش فيه حاجه غلط. طيب نبص بقى قبل ما نروح للفيديو، نبص نشوف طارق مؤمن نزل على صفحته ذات العلامه الزرقاء صفحته الرسميه نزل قال ايه وبعد شويه شالها. وبعد شويه شالها قال ايه بقى طارق مؤمن؟ قال انا الحقيقه ما شفتش كده، وعامل علامتين استفهام. ده بيرد على الكلام اللي قاله مصطفى عسل اللي هو اي حد شايفه مش احنا شايف ان ده ما فيهوش غلط. طيب هقول دلوقتي قال ايه؟ قال لي التويته بتاعت طارق مؤمن قال لي انا الحقيقه ما شفتش كده، يعني هو اللي معورني. وعلى فكره الكلام واضح انه مكتوب بسرعه، و يعني مكتوب بسرعه ومكتوب فيه غلطات املائيه، واضح ان كان فيه زي ما تقول يعني طارق وهو كاتبه كان متوتر او متنشن يعني يعني كان المفروض يتأنى شويه يفهم اذا كان هو قصده صح ولا غلط. يعني هو الراجل ما قالش حاجه مصطفى عسل، يعني هو اللي معورني وتسبب اني ما عرفتش اكمل الماتش عدل، وبعد ما انسحب كملت الماتش وخرجت، لا كتبت اني مصاب ولا علقت على الماتش اصلا في اي حته، ولا حطيت صور لرجلي المتبهدله زي ما هو بيعمل. كل ماتش بيخسره وفي الاخر طالع يكتب كده. طب كويس. وكاتب ايه بقى؟ كل الكلام ده ماشي. كاتب بقى ايه؟ الحته بقى اللي جايه دي في منتهى الخطوره. كاتب يقول بس هو لعيب فعلا مش عليه. محدش علمه الصح من الغلط. كده بقى يعني زي ما بيقولوا في لغه البوكس الضرب تحت الحزام، يعني 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 انا اعرف الاسكواش بتبقى يعني لعبه الايه الرقي. بس هو لعيب فعلا مش عليه، محدش علمه الصح من الغلط، او بمعنى اصح هم اللي علموه بس الغلط في البيت. وادي النتيجه. طبعا مرفوض رفضا تاما ان انا كلاعب اتكلم على بيت لاعب زميلي، او اتكلم على نشاه لاعب زميلي، او اسره لاعب زميلي. الكلام ده مرفوض، وطارق مؤمن جانبه الصواب فيما كتبه. انا جبت لكم اللي قاله مصطفى عسل واللي قاله بالظبط طارق مؤمن. وطارق مؤمن شال التويته بعد كده، شالها بعد ما هدي وعرف ان كان فيها شويه يعني انا ما اعرفش، بس هو شالها. طيب هقول لكم على حاجه. طيب قبل كده بقى هتقولي دي يمكن تنشنت ملعب. لا مش تنشنت ملعب، الموضوع ليه هيستوري كمان. بعد بطوله العظماء، بعد بطوله العظماء للاسف برضو طارق مؤمن كتب تويته وقال يعني قال كلام برضو عن ثانيه واحده اجيبه لكم، عن برضو مصطفى عسل. انا بجيب بالدليل. قال ايه؟ هنطلعه على الشاشه لحضراتكم. احنا مش هجيب كلام كتير بس هقول اللي كتبه. قال ايه؟ The day I feel my name is paired up with عسل. في اليوم اللي احس اهي، في اليوم اللي احس ان انا ده، مين اللي كاتب الكلام ده؟ اللي كاتب ده طارق مؤمن. بيقول في اليوم اللي احس ان انا اسمي اقترن باسم مصطفى عسل in any context، في اي حاجه other than الدرو، في يعني في اي مكان غير القرعه، is the day I would retire immediately، في الوقت اللي انا هنسحب فيه فورا، and ask to be stripped of any titles I have achieved، وهقف عند اللي انا حققته من انجازات. يعني هل ده كلام يصح يتقال؟ يعني مصطفى عسل، اللي ما يعرفش مصطفى على خلق وانسان
لعب مع كل لعب مع الشرباجي، وفي الحلقه اللي فاتت شرباجي نجم واسطوره، هو نفسه قال وكسب الشرباجي والشرباجي كسبه وقال انه مثل اعلى الشرباجي. انا اللي اعرف لو حد بيتعلم الغلط زي ما كتب واتقال، لا يبقى بيغلط مع الكل. فالحقيقه واضح ان في ترصد من طارق مؤمن مع مصطفى عسل. انا مش هكلمكم ونهيكم عن اللي بيحصل على السوشيال ميديا بقاله يومين. انا عايز اوريكم الفيديو الاول قبل ما نروح. معلش يا جماعه شغلوا لي الفيديو اللي فات، الفيديو اللي هو كان في بطوله قطر، شغلوه. عايزه هو فيديو قصير بس شغله لي، وعايزه يتعاد اكتر من مره. بعد اذن حضراتكم هنشغل لكم الفيديو، اللعبه اللي حصلت عليها الازمه دي كلها اهي يا جماعه. رجع مصطفى عسل بداره، لا عيده لك. بص بقى مين اللي مشانكل مين، مين اللي شايف مين ومين اللي مش شايف مين. بصوا مين اللي جاب رجل مين من ورا. انا بس يمكن الفيديو طارق مؤمن بيعتمد ان احنا ما شفناش الفيديو او مصر مش هتشوفه. لا كل الميديا عليها كل حاجه. بصوا يعني هو راجع على التي. على فكره في السكواش انت بتلعب وبترجع على التي. تي اللي هي حرف تي اللي في نص الملعب. ليه بترجع على التي؟ عشان تبقى في الميدل بتاع الملعب، اي كوره تقدر تبقى قريب منها، تبقى على بنقطه واحده من كل الملعب. رجع لما الكره كانت بعيده عنه اهو، تاني دب جاب رجله. دي انا يا جماعه بقول يعني الحمد لله ان مصطفى عسل ما جالوش صليبي. طيب خرج من الماتش ده، انا اقول لكم خرج من الماتش ده طارق مؤمن قال انا تعبان. الحكم اداله 25 دقيقه بعد اللعبه دي، اداله 25 دقيقه يتعالج. دكتوره البطوله قالت ما فيش حاجه يلعب. دكتوره البطوله قالت ما فيش حاجه يلعب. نزل لعب. على فكره الكره دي كان الماتش 2-0 2-0 وده في الثالث. حصل ايه بقى؟ كان مصطفى عسل كان كسبان 10-3، وصل 10-10. نزل طارق مؤمن كسب المباراه، كسب الشوط ده 14-12 بعد الاصابه. طب لو طارق مؤمن في حاجه جامده كان هيكسب ازاي شوط مأزم زي ده؟ هيكسبه ازاي؟ ولعب الشوط اللي بعد كده خسر 11-3 كمل. فمصطفى عسل بيقول له انت يعني لو كنت حاسس ان انت يعني مش سليم انسحب، اقول لا كفايه مش قادر اكمل المباراه. مصطفى عسل عمل كده في بطوله سان فرانسيسكو، عمل ايه؟ كتفه اتخبط انسحب ما كملش المباراه. طب هوريكم فيديو تاني بقى، ودي المفاجاه. الفيديو التاني اهو، دي كان في بطوله امريكا المفتوحه. بصوا يا جماعه ده قبل بقى، ده الفيديو بقى قبل الاولاني. ده كان في بطوله امريكا المفتوحه من حوالي اسبوعين لما كان مصطفى عسل خدها. بصوا يا جماعه تاني، عيدوا لي كده هشوفه بعد. لا ما تعيدوش، هو هيجي في القعد. بصوا طارق مؤمن شال مصطفى عسل ازاي. يعني هو عشان ياخد ليد بول او كره معاده يكفي انه يقول ليد بول، اسك فور ليد. بص خده، كمل اخبطه في الازاز. ده بيتعمل فين؟ انا بامانه بتفرج على سكواش، انا بنتي بتلعب سكواش فبتفرج على سكواش على طول. بص كمل وقعه على كتفه اليمين اللي بيوجعه. طيب الكلام ده مصطفى عسل اتكلم عليه، قال حاجه؟ ما قالش. الراجل ما فتحش بقه مصطفى عسل. بص خلاص، ما انت قول ليد بول، بس قول ليد بول، الحكم هيديك ليد بول. ليد بول يعني كره معاده، ان اللاعب كان في طريقه كنت راح تجيب الكره، اللاعب المنافس. هل هي محتاجه كل ده؟ حتى هو بيرفع المضرب، هو بيعتذر، بيرفع المضرب هو. يعني ايه يا جماعه؟ هو في ايه؟ لا احنا في النادي الاهلي عمرنا وعمر ما هنشوف حاجه مش مظبوطه ونقولها. والنادي الاهلي يعني انا افكركم بموقف زمان بتاع ايمن رشدي، تاني هنقوله، تالت ورابع وخامس. ايمن رشدي تجاوز النادي الاهلي شطب، فيعني ما ينفعش. زائد الحمله الممنهجه اللي بتتعمل ضد مصطفى عسل على الفيسبوك، احنا شايفينها وعارفين كويس قوي مين اللي بيكتب ومين اللي بيعمل والكلام ده كله. وطبعا لما كانش ينفع نتكلم عن القصه دي كلها لما نجيب برضو مصطفى عسل معانا ونساله عن طبعا كل شيء. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيك كابتن هيثم. الحمد لله على السلامه، وطبعا بنبارك لك على قبل النهائي. طبعا بول كول عملها معاك المره دي يا وحش. ميرسي لحضرتك يا كابتن هيثم. والله انا حاولت يعني بكل استطاعتي ان انا اقدر ريكفر كويس والعب البطوله، والحمد لله ربنا وفقني يعني في كذا بطوله ورا بعض. الحمد لله كسبت بطوله امريكا وعملت ريكفري كويس ان انا اروح اقدر العب بطولة قطر، والحمد لله يعني كان أداء مشرف ليا، ومبسوط جدا بالأداء اللي أنا لعبت بيه. وطبعا بول كول لعب على أعلى مستوى ومجهود بدني على أعلى مستوى، وكان أحسن في الماتش ده وكان أحسن في البطولة دي، فهو يستحق إن هو يوصل، وكان كل التوفيق ليهم يعني في النهاية. كلام جميل وكلام محترم. يمكن مصطفى أنا هسألك سؤال، أنا قلت إن أنت الكلام اللي قلته في الانترفيو
افتر الماتش انت قلت ريتاير. ريتاير هنا انت قصدك انه ينسحب من الماتش او يخرج من الماتش عشان من الاصابه ما تتفاقمش. انا قلت الكلام ده صح ولا لا؟ لا يا كابتن، انا ليا كل الاحترام والتقدير لكابتن طارق مؤمن. 34 سنه انا يعني كل مره بخش فيها الملعب معاه، انا حتى لو في كور يعني بتبقى صعبه جدا انا اتكلم او حاجه، ما بتكلمش خالص، بسكت خالص. ما بعد الانترفيوهات دايما بكون يعني كل الاحترام ليه وكل التقدير ليه. بتفرج عليه وانا صغير في النادي، الناس ما تعرفوش ان احنا كنا في الجزيره مع بعض قبل ما نروح النادي الاهلي. لا يعني بعد من الانترفيو طبعا، بعد الماتش ما خلص انا اتكلمت ان هو كان عنده يعني كان عنده اصابه، وهو بيقول ان الكوره دي انا يعني حصل حاجه في رجله او كده بعد ما كمل. فانا قلت بس مجرد ان هو لو عندك اي حاجه او حاسس باي شعور باي حاجه، الافضل انت تنسحب بدل ما تكمل على التعوير اكتر وما تعرفش تلعب بطولات ثانيه اكتر. صحيح. انت نفسك عملت كده يا مصطفى. يعني انت في بطوله امريكا انا عملت كده، الماتش كان بيخلص يعني انا اتخبطت في كتفك اليمين ووقعت وبتاع، ومع ذلك ما كملتش المباراه. يا كابتن هيثم، يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. انا ماتش مع علي فرج الماتش كان بيخلص خلاص، والماتش كان وانا يعني امال في المكسب بتاع الماتش، انا بلعب لغايه اخر دقيقه وبلعب لغايه اخر روح، بس الامال اللي في المكسب في الماتش بتاع علي فرج خلاص بتبعد 10 5 نقطه المباراه، 9 5 نقطه المباراه. اتعورت على كتفي خلاص، وكتفي مش قادر اكمل عليه اساسا. رحت فعلا مكمل موقف اللعب وخلاص، ان انا مش هقدر اكمل المباراه دي. ومع العلم حضرتك لما جبت الفيديوهين دول اللي حصل دول، انا واقع على الكتف اليمين مره في الفاينل بتاع بطوله امريكا المفتوحه، وماتش الثمانيه برضو واقع على كتفي برضو اليمين اللي هو وجعني، ومع ذلك انا ما اتكلمتش ولا قلت اي حاجه ولا هتكلم. ان انا دايما بقدر اللعيب الكبير، بقدر اللعيب المحترم اللي زي كابتن طارق مؤمن، ومش هفتح بوقي طول ما انا الاصغر وطول ما انا صغير، انا عمري ما هتكلم ولا هفتح بوقي. كلام محترم يا مصطفى بصراحه، كلام محترم جدا جدا منك، وده احنا حبينا بس نجيب ونشوف الكلام ده. ويعني الناس شايفه اهي مصطفى بيتكلم ازاي، بيتمنى كل الخير للعيبه الثانيه وبيتمنى الخير، هو ده اخلاق النادي الاهلي وهي ده اخلاق لعبتنا. انما اي تجاوز الحقيقه احنا بنرفضه. بس مصطفى عايز اسالك، يعني انت يعني ترتيبك الحمد لله انا سامع ان انت جمعت نقط كويسه، يعني ممكن ان شاء الله الشهر الجاي في التصنيف الجديد او النشره الجديده توصل للخامس السادس، يعني سامع ده الكلام ده صح؟ الحمد لله بعد طبعا بطولات عديده، والتصنيف زي ما قلت لحضرتك بياخد وقت بس شويه عقبال لما بيتحسن، بس الحمد لله ان شاء الله الشهر الجاي خامس او سادس ان شاء الله العالم، بعد طبعا مكسبي لبطوله امريكا المفتوحه الشهر ده وبرده سيمي فاينل بطوله قطر. الحمد لله طبعا ده ناتج لمجهود كبير جدا، ودايما النادي الاهلي ورايا وجماهير النادي الاهلي ورايا والدعم الكبير اللي كان بيحصل. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان انا فعلا بطوله قطر دي انا بلعب من اول ماتش وانا مش في الحاله الحالتي، يعني انا اللي بحب العب بيها، وطبعا ده نتيجه طبعا البطولات الضغط البطولات اللي ورا بعض، بس الدعم الكبير اللي كنت بشوفه من النادي ومن اولياء الامور كلهم اللي في النادي، ويلا مصطفى الماتش ده الماتش اللي بعديه، هو ده الروح دايما اللي اتربيت عليها في النادي الاهلي، ودايما بطوله ورا بطوله وبلعب لغايه اخر دقيقه ومفيش ما بشتكيش من اي حاجه. والحمد لله يعني على النتيجه دي وعلى المجهود ده، بشكرك جدا كابتن هيثم الصراحه على مصطفى. كل التوفيق لك يا مصطفى، واحنا بندعمك ان شاء الله بقوه، واقفين وراك، ومبروك على الانجازات الكبيره. بشكرك مصطفى عسل، لاعب النادي الاهلي الاسكواش وممثل مصر والحقيقه احد النجوم. بشكرك يا مصطفى، شكرا جزيلا. ده كانت القصه وجبناها لكم بكل حياديه والله، وجبنا الفيديوهات ما رضناش نتكلم الا بالدليل، وعندنا ماتيريال كتير وكلام كتير اتقال، بس عشان طبعا وقت البرنامج احنا ممكن نفرد اكتر من كده كمان. كل التوفيق لمصطفى عسل، واتمنى ان الروح تبقى جيده وترجع الروح تاني بين اسره الاسكواش موجوده، بس اتمنى ان اللي حس انه تجاوز يراجع نفسه. طيب هنروح للجمباز. يبدو ان برنامج الابطال وشه حلو على كثير من النجوم اللي بيشرفونا والابطال اللي بيشرفونا. نانسي طمان نجمه مصر في الجمباز في حدث كبير وتاريخي، تحتل المركز الرابع في بطوله العالم. نانسي طمان كانت ضيفتنا يعني من بعد بطوله العالم اللي اتعملت هنا في مصر، وكانت امل من امالي يعني امنياتها انها يعني تحقق مركز متقدم. طبعا نانسي حققت المركز الرابع بعد حققت 13.733 نقطه، وكانت قريبه جدا من تحقيق ميداليه عالميه، فرق يعني اجزاء بينها وبين الثالث. الانجاز ده تاريخي لان نانسي اول مصريه عربيه افريقيه تتاهل لنهائيات بطوله العالم، وهي اكبر بطوله على مستوى اللعبه
نانسي كانت حققت قبل كده ذهبية بطولة كأس العالم واللي كانت استضافتها مصر. كأس العالم طبعا زي ما حضراتكم عارفين كانت اتنظم في مصر كان في شهر 6. 1,000,000 مبروك، 1,000,000 مبروك لنانسي والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد واتحاد الجمباز كله اللي حمل طفرة كبيرة، وفي تخطيط جاي، وفي تخطيط جاي للجمباز. احنا سامعين ان شاء الله ان حتى القاعدة بتاعت اللعيبة زادت، فتحوا زودوا القاعدة. هو دور الاتحادات كده، دور الاتحاد يزود القاعدة عشان يبقى عنده نجوم وأبطال كتير. هنروح لمنتخب الريشة الطائرة اللي احنا دايما بيكون ليه خبر معانا مستمر، لأن دول بيبذلوا مجهود فلازم نحط الضوء عليهم. منتخبنا الوطني للريشة الطائرة توج من دقائق بلقب بطولة أفريقيا واللي بتتلعب في أوغندا في الفترة من 21-28 أكتوبر اللي احنا فيه. منتخبنا كسب النهاردة منتخب الجزائر 3-1، 1,000,000 مبروك. بعثة منتخبنا بتضم 8 لعيبة: أحمد صلاح، أدهم حاتم، عبد الرحمن، عبد الحكيم، محمد مصطفى كامل، ضحى هاني، نور يسري، جانا أشرف، جانا هشام. والمنتخب بيدربه كابتن مصطفى كامل، وبيشرف على النواحي الإدارية الكابتن شهاب يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة. اتحاد الريشة محقق إنجازات كبيرة في الفترة اللي فاتت، وقدر إنه يشارك في بطولة العالم للفرق وبطولة العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه في الأيام اللي فاتت. حاجة مشرفة، 1,000,000 مبروك بطولة أفريقيا. نتمنى كل التوفيق طبعا لمنتخب الريشة الطائرة. خلينا نطلع لفاصل عشان نستقبل بعد الفاصل عمر عزب ومروان سرحان، ولكن بعد الفاصل. في حالة من الارتياح كده عند جمهور النادي الأهلي عن كرة السلة، في حالة رضا يمكن ما شفناهاش من فترة. يمكن كان الجمهور دايما بيبقى زعلان من فريق السلة، دايما فريق السلة كده بيبقى شاغل خاطره شوية، إنما في فترة اللي فاتت دي من أول بطولة أفريقيا يمكن قبلها شوية في ارتياح، وارتياح عن الصفقات، رضا عن الصفقات اللي بقى لها ساعتين ثلاثة بتيجي، رضا عن الأداء، رضا عن الجهاز الفني كمان اللي جه تولى المسؤولية خلف الكابتن أشرف توفيق. ففي حالة كويسة، فكان لازم نجيب طبعا معانا نجمين هم من قبل ما يجوا النادي الأهلي هم نجوم، هم مأدين أداء كويس، ارتقوا بأدائهم، خلى حتى النادي الأهلي يبقى في حساباته انه يبقى موجود معانا. طبعا في البدايه كابتن عمر عزب نجم نادي سموحة السابق ونجم النادي الاهلي الحالي، اهلا بيك عمر. اهلا وسهلا، قناه النادي الاهلي. حضرتك الله يخليك. معانا طبعا مروان سرحان اربعيه النادي الاهلي واربعيه سموحه، وانتقل السنه دي طبعا قادما من سموحه ونجم النادي الاهلي دلوقتي. اهلا بيك يا مروان. اهلا بيك يا كابتن، منورنا في قناه النادي الاهلي. الله يخليك بنورك. بص يا مروان، طبعا على البدايه ببارك لك انت وعمر ما شاء الله، يعني حتى الان اداء جيد، بطولتين في اقل من شهر جم مع بعض، بطوله القاهره وبطوله عربيه. ألف مبروك طبعا، وحاجة جميلة جدا، بس الجمهور متشوق يعرف كواليس الصفقة. يعني برضو خلينا نتكلم بعد ما تمت الصفقة والدنيا وليه كان برغم ان احنا كنا عارفين انتم ماضيين، يعني عايزين نتكلم الموضوع ابتدى منين، من امتى او امتى النادي الاهلي كلمك؟ انا الموضوع بدأ معايا كان بعد انتهاء الدورة على طول، بعد الخروج من البلاي اوفس بخسارة بتاعت النادي الاتحادي. كنت انا حتى كنت مسافر، كنت في امريكا، وحد تواصل معايا من النادي الاهلي. مين؟ عادي يقول كابتن احمد الجرحي. كابتن احمد الجرحي كلمك، كنت انت في امريكا ساعتها. كلمك قال لك، كلمني وقال لي احنا انترستد، يعني انت تبقى موجود وتيجي النادي الاهلي. فبالنسبه لي طبعا انا قلت له ما فيش كلام، يعني انا اعتبرني انا موافق. يعني انا دي ثالث سنه على التوالي النادي الاهلي كان بيحاول يتدخل يعني مع نادي سموحه. عشان انت كان عادك فري ولا كان فاضلك سنه؟ لا، كان فاضلي سنه، اخر سنه في عقدي. فمن ناحيتي انا طبعا كان الموضوع كان منتهي، يعني قلت له انا اعتبرني ماضي وموافق وكل حاجه يعني. فورا فقلت له الجزء الكبير هيبقى ان انتوا تتواصلوا مع نادي سموحه، ونادي سموحه ان هو يوافق يعني. فهي اخذت وقت طويل شويه. انت كنت ده كان في شهر كام تقريبا؟ كان مثلا في شهر 6. شهر 6 كنت في امريكا ساعتها والاتصال حصل هنا. وبعدين رجعت انت امتى من امريكا؟ انا رجعت في اوائل شهر 7. اوائل شهر 7 بس الموضوع خد كلام كتير اخد مثلا خلص في نص شهر 8. طب انت عرفت ان هم كانوا بيكلموا عمر ولا ما كنتش تعرف؟ في الاول لا، ما كنتش تعرف. انت في امريكا ما كنتش تعرف. طب انت عمر بقى في نفس الوقت اتصل بيك النادي الاهلي او يعني هو كان في نفس تقريبا نفس الوقت يعني نفس في الكابتن احمد الجرحي برده اتواصل معايا اتكلم معايا، وطبعا قلت له رغبتي الاولى طبعا كده كده، بس انا كنت وقتها كان عندي منتخب، فانا منتخب يعني فوكلت كل حاجاتي للايجنت بتاعي اللي هو يوسف طبعا، محمد يوسف طبعا. فهو كان ماسك كل حاجه، وانا كنت يعني مركز اكتر في المنتخب، وطبعا كانت رغبتي طبعا ان انا عايز العب في الاهلي، بس في نفس الوقت ان انا لازم اركز طبعا مع المنتخب، ان احنا كان لعبت افريقيا وساعتها كان عندنا طبعا. يوسف اكيد رجع لك انت كذا كذا، انت تمام انا في النادي الاهلي. هو كان يعني بيوصل لي كل حاجه، انا كنت بقول له طبعا رغبتي الاولى، وبقول له كابتن جرحي كمان وكابتن طارق غنام اللي تواصلوا معايا طبعا دي كانت رغبتي الاولى،
وكنت عايزها من زمان والحمد لله يعني جت. فبس هي كانت في بطوله كمان في الاردن فمنتخب، فكنت مركز اكتر مش عارف اتواصل شويه، فهو الحمد لله يعني الايجنت كان يعني. طب هو يوسف هو هو برضو خلينا نقول انه الصفقه شافت مراحل يعني، في الاول كان في كونتاكت ان انت يبقى عندكم رغبه، وبعد كده بدا المفاوضات مع سموحه، حصل الموضوع راح وجي كذا مره، تعرف المفاوضات بيبقى الاتفاق المقابل المالي مش عارف، وعرفنا بعد كده الموضوع تم وفي صفقات طايره كره طايره لعيبه دخلوا في الموضوع اعارات لنادي سموحه. بس انا سمعت حاجه، سمعت ان انتوا يعني سبتوا مثلا يعني كان في مستحقات ليكوا، هل تنازلتوا عن جزء عشان تيجوا النادي؟ هل ده حصل فعلا؟ سمعنا الكلام، هل ده حصل ولا ما حصلش؟ هو يعني صراحه يعني يعني هو حصل يعني حصل. يعني تنازلت، على فكره بيحصل في اي حته في العالم، تنازلت عن بعض مستحقاتك عشان تسهل الصفقه دي. يعني هو يعني تنازلت عن مستحقاتك. وانت بالنسبه لك برضو نفس الكلام؟ تنازلت عن جزء كبير جدا من مستحقاتي. جزء يعني احنا سمعنا مليون جنيه، يعني انا مش عايز اتكلم عن الرقم بالظبط بس يعني رقم كبير، رقم كبير، رقم كبير تنازلت عليه. وعمر نفس الكلام، نزلت على المؤخره كلها يعني عشان تسهل الصفقه انها تتم. يمكن يا مروان لما بتبقى رغبه اللاعب الانتقال لنادي هو عايزه ورغبته بتبقى هي الاساس وبتسهل الدنيا، خاصه لو النادي اللي انت موجود فيه وبتلعب فيه حس بالرغبه دي، وبالتالي الموضوع ده سرع الدنيا. طبعا انا بقول لحضرتك كابتن هيثم، من انت عارف طبعا كابتن اشرف توفيق هو اللي كان ماسكنا من حوالي 3 سنين، رحت افريقيا معاه. فبعد انتقاله يعني النادي الاهلي هو كان بيحاول يعني يتكلم معايا كذا مره، بس اداره النادي ما وافقتش سموحه. فبقول لحضرتك دي كانت ثالث سنه على التوالي، فانا كان حلم بالنسبه لي يعني وشرف طبعا ان انا اجي النادي الاهلي. فحسيت بارتياح طبعا زي ما انت قلت، ان انا حسيت ان جزء كده من اللي انا كنت عايزه اتحقق. تعرف يا مروان انا بتفرج عليك في الملعب، انا جيت حضرت التمارين ليكوا كتير، وانت في الملعب انا بحس انت بتلعب مستمتع طبعا. يعني انا طبعًا. يعني انا بحس باللعيب، في فرق بين اللعيب نازل بتنشن وبتاع، لا انت مستمتع ونازل حماسي، اللي يشوفك يقول ده انت ابن نادي الاهلي. طبعا طبعا، اصل انت لازم تحب يعني، انت لازم تستمتع باللي انت بتعمله. احنا برضو الحمد لله ان احنا شغلنا هو اللعب رياضه، فدي طبعا حاجه من نعمه طبعا، مش اي حد يقدر يعمل كده. فدي فانت لازم تستغلها وتستمتع وانت بتعملها، ان يعني دي حاجه نعمه زي ما انت بتقول. انت من ولاد نادي سموحه؟ يعني ناشئين وكده؟ من وانا عندي 6 سنين. طب وانت عمر برضو من ولاد سموحه؟ انا ومامتي كانت بتلعب برضو باسكت في النادي. كابتن الفرقه. فعلا. مين؟ لا قول لي الاسم. ريم. ريم عادل بيه. مين مامتك؟ ريم عادل بيه. والله كانت بتلعب في السموحه. ما شاء الله. يعني انت اصلا من اسره كره سله. طب انا كده عندي اجابات اهو. انا عندي اجابات دلوقتي، اللي عرفت انت طالع ليه شارب الموضوع. من وانا صغير كده، وبابا برضه كان بيلعب يعني، واخويا بيلعب باسكت برضه. كان بيلعب سبورتنج. انتوا يعني كلكم بسم الله العيله كلها. طب ده حاجه كويسه، ده اول مره انا يعني اخد بالي. بس انت الاسره برضه كانت بتلعب باسكت؟ تمام. عندي اخويا الكبير كان بيلعب في سموحه برضه، بس ما كملش، سافر هو. ووالدي برضه كان بيلعب، فانا طلعت لقيتهم هما الاثنين بيلعبوا فكملت. بس دي حاجه على فكره يعني حلوه، ان انت تبقى طالع من اسره وبعد كده تحقق لهم. خلي بالك هم كان ليهم طموحات فيكم. طبعا. فانت انت دلوقتي حققت لهم طموحاتهم. طب قول لي لما بحكم ان عيلتك بقى يعني كلهم لاعبين كره سله، وانت من ولاد نادي سموحه، ولما حصل مفاوضات مع الاهلي وبلغت مامتك، بلغت باباك، بلغت اخوك احمد اللي بيلعب لسه في نادي سموحه، وهو لعيب كويس على فكره. كويس يا جماعه، لعيب كويس، ماشي، لعيب كويس، ماشي، بنقولها بس في السر كده. فهو يعني احمد اخوك وكده، لما قلت لهم قالوا لك ايه؟ انا طبعا لما اتكلمت مع والدي ووالدتي كانوا طبعا يعني 100% سبورتيف، اللي هو لا دي خطوه، هي خطوه كبيره جدا. قالوا لي لا خدها، انت قدها وان شاء الله ربنا يكرمك فيها، وشرف ليك انك تلعب في الاهلي. طبعا روح. اخويا كان متضايق طبعا ان انا هلعب، يعني مش هلعب معاه، بس في الاول يعني ما رضيتش اقول له، كان متضايق. بس بعد كده اللي هو قعدت اقول له واحده واحده، قال لي طب خلاص روح وربنا هيكرمك ان شاء الله وبس. فالحمد لله. طب خلينا اتكلم معاك عن بطوله العالم 2017، صح؟ انت لعبتها. وكلمني عنها، يعني قول لي مين جيلك، مين اللعيبه اللي كانوا موجودين؟ انا كنت كابتن فريق وقتها، كابتن منتخب. كنت انت الكابتن؟ كنت كابتن منتخب. كان معانا المدرب كوتش اورينجا، كان المساعد كان كابتن أورينجا. طارق خيري. اورينجا طبعا، وكابتن طارق خيري، كابتن طارق السابق كان ده الجهاز الفني يعني. وكان معايا بقى الجيل اللي هو عمر الشيخ، هو دلوقتي في امريكا. عصام تامر في امريكا برضو. بيعملوا ايه؟
دراسه بقى. بيدرسوا؟ اه بيدرسوا ولا بيلعبوا بيدرسوا؟ لا بيلعبوا بيدرسوا. بيلعبوا بيدرسوا. في جامعات يعني. وصناديلي سيف صناديلي جندي صغير. ناس جندي صغير. محمد اسامه. محمد اسامه محمد ناصر كان بيغششوني على فكره. انا قلت برضه لا لا صناديلي فاكره بس بس كان اول مره يعني العب كان هنا يعني في استاد القاهره كان اول مره العب جمهور اول مره اشوف يعني ادخل صاله واحد الاقي الجمهور متقفل صاله متقفله يعني جسمي اشعر اللي هو لا حاجه طبعا يعني فخر ما كنتش واخدين على الجمهور فخر طبعا لا بالعكس ده ادانا دفعه جامده جدا والحمد لله كسبنا ماتش افتتاح كان مع بورتوريكو يعني الحمد لله ربنا كرمنا بس يعني حصل اصابات كده في النص وما عرفناش يعني بس انا مش فاكرك عمر في يعني انت كنت لسه صغير من 4 سنين مش فاكرك قوي يعني انا حضرت الماتش الافتتاحيه دي مش فاكر يعني مش فاكرك قوي ما هو المشكله ان انا كان عندي يعني قبليه ب5 شهور بالظبط 6 شهور جالي رباط صليبي وغضروفين قطع في الرباط الصليبي فانا يا دوب رجعت اتمرنت مع المنتخب شهر بالظبط ورحت فمش بلعب كتير فاهلت طبعا يعني اهلت مع كابتن محمد علي كان التاهيل بتاعي كان طبعا الموضوع صعب جدا ان انا احاول اضغط نفسي على قد ما اقدر ان انا الحق يعني كنت بقضي اليوم كله في الجيم تاهيل اليوم كله قعدت سبت كل حاجه بس ثقه من الجهاز الفني الحقيقه انه عارفك الحمد لله ان انت شهر ورجعت فدي كويس ودي ابتدت كانت بدايه يعني 5 شهور قعدت 5 شهور بالظبط قعدت شهر باسكت بتمرن كان رمضان رحنا اسبانيا معسكر خارجي ورحت يعني على طول طب قول لي يا مروان انا يعني انت لعبت منتخبات في السن الصغير لعبت مع منتخب اللي كان اكبر مني كان اللي هو جيل 90 91 انا جيل 92 وكان كابتن هشام مافيا كان اللي تماسكه هشام مافيا ساعتها لعبنا بطوله افريقيا كانت في مصر تقريبا في اسكندريه في 2008 وكان جيلي بقى السنه اللي بعديها 2010 كان عندنا بطوله افريقيا مع كابتن زاهر عبد الباسط زاهر عبد الباسط طبعا فاكرها في رواندا وبعدين لعبنا كاس عالم 2011 في لاتفيا وانا عايز اقول لك كان رواندا ساعتها الملعب الحمراء كان الترتان اللي لعبت عليه كان لسه مش الصاله دي لا لا دي لسه مبنيه من سنتين كانت الملعب بس كان الاكسجين قليل وكانت الدنيا هناك صعبه جدا يعني انت لعبت منتخبات يعني جيلي المفروض كله ان هو بيلعب دلوقتي يعني انا كان في المنتخب اللي هو الاكبر مني كان معايا عمرو الجندي وعمر طارق انت اول سنه لعبتها درجه اولى امتى؟ كان في نفس الوقت ده كان 2009 2010 وانا ببطل انت كنت كنت لا انا كنت اتفرج على حضرتك لا ده انا لعبت وسطكم في 2011 2009 و10 و11 و12 و13 كنت بلعب وسطكم مع كابتن اشرف توفيق انت تعبتني في 2011 من 2011 تعبتني قوي يعني كنا بنروح هناك الماتشات بسبوحه يمكن يعني الفرق كبير شويه بيني وبين عمر بس يمكن احنا لحقنا بعض 5 سنين اتفرجت على حضرتك كتير كان في الملعب وعايز اقول لك انه سموحه لما وقف في كره السله يعني قعد معانا نجمين يعني ما كناش هنشوفهم الا اذا كانت سموحه وقفت في كره السله رجليها يعني طب انا هقول لكم على حاجه كده وخلينا نتكلم يعني دايما يقول لك اللعيب الاسكندراني طبعا احنا بنقول طلعت وكسبت طبعا الاستوديو يعني ناقصنا بس البحر يبقى موجود ونبقى اسكندريه دايما وانا جيلي واللي قبليه ولاد اسكندريه للاتحاد هو يعني مش عشان حاجه مش قصدي حاجه بس هو عشان كابتن مدحت ورده يعني كله على طول اي حد ماشي في الشارع كابتن مدحت ورده كابتن مدحت ورده كابتن مدحت ورده فالاتحاد وكابتن مدحت ورده بالذات اخدين شعبيه كبيره جدا في اسكندريه طبعا واسكندريه صغيره طبعا فكل الناس عارفه بعضها وكل الناس عارفه كابتن مدحت ورده يعني فطبعا اسطوره كبيره جدا طبعا شعبيه كبيره جدا يعني فدي تقريبا يعني عشان كده يعني كله كان بيروح الاتحاد عايز يبقى مدحت ورده الثاني وخلي بالك برده هي كانت بتبقى يعني رايح جاي يعني من اللاعب عايز يروح واسكندريه كلها ايه اسكندراني يروح مصر لا لا ده الكلام ده عارف انت سيبه بلدنا كان كده بس واضح ان بعد الاحتراف يعني زمان كان في سان مارك فاكرين سان مارك كان لعبتها على طول تروح الاتحاد الاولمبي مين تاني شبان المسلمين كابتن اسماعيل احمد طبعا اسماعيل احمد راح الاتحاد طبعا علي طبعا فدول برضو الله ينور عليك كل الانديه دي كانت بتغذي الاتحاد وكان الاتحاد كان الموضوع ما كانش فيه احتراف يمكن بعد الاحتراف بقت الامور الموضوع بقى دلوقتي عشان المنافسه برضو في الدوري زادت فاعتقد ده برضو جزء من الموضوع يعني اللعيبه بتتوزع خاصه بعد القانون اللي هو الاتحاد الباسكت عمله فده هيجبر الانديه ويجبر اللعيبه كمان انها تبص لانديه اكتر ما خلي بالك ما في لعيبه قاهرين برضه يروحوا اسكندريه عشان الناس ما تزعلش ما تزعلش طيب اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع لكلامنا مع نجوم كره السله ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد عمر ارجع بطوله عربيه بطوله عربيه هي بطوله يعني فرحت الناس وكان اول لقب لينا انتوا كنتوا رايحين البطوله حسيتوا تكسبوها
هو احنا رايحين طبعا البطوله لسه ما انسجمناش مع بعض قوي، لسه ما نعرفش بعض قوي يعني، ولسه ما نعرفش المدرب كمان دماغه ايه، بس احنا كان عندنا من جوانا عارفين ان احنا ان شاء الله داخلين، احنا اتفقنا مع بعض داخلين لا هناخد البطوله، احنا داخلين اه من اول يوم لاخر يوم احنا داخلين ناخد البطوله، فرق كلها هنعمل مجهود هنعمل اللي علينا وربنا في الاخر يعني المكسب مع ربنا طبعا، بس احنا هنعمل اللي علينا وداخلين احنا يعني واثقين في كابتن اوستي جدا ان احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا هناخد البطوله. يعني دي كانت حلو جداً يبقى في ثقه من الجهاز في اللعيبه ومن اللعيبه في الجهاز طبعاً. لعلمك موضوع طبعاً. العكس اللي هو من اللعيبه للجهاز الثقه دي بتفرق، الناس طبعاً. مش حاساها بس ده حقيقه. لا طب قول لي اول تمرينه ليك مع مستر اوستي حضرت اول تمرينه بتضحك انا يعني انت كنت جاي من المنتخب انا كنت جنبه لعبته ولم توفقوا في رواندا وجيتوا اول تمرينه بقى خلاص خدتوا 10 ايام راحه واول تمرينه اول تمرينه كان ايه بقى؟ اول تمرينه انا كنت مبسوط جدا بصراحه يعني انا داخل الصاله حاسس ان انا لا انا مبسوط وحاسس ان انا عايز اتمرن يعني انا انا يعني انا بحب اتمرن بس لا حاسس ان انا عايز اتمرن عايز التمرينه حلوه جدا تمرينه مفيده جدا يعني بتعلمت منه حاجات كتير جدا بجد اول تمرينه. ايه النصايح اللي ادالك مثلا مش لازم اول تمرينه يعني؟ هو نصايح اكترها حاجات في الديفنس بصراحه يعني هو راجل دماغه بصراحه ذكي جدا وذكي جدا في الاوفنس كمان يعني هو انا كبوينت جارد محتاجه ابقى ذكي هو بيديني الذكاء ده من بره بصراحه انا بحس ان انا لا انا بتعلم منه انا حاسس ان انا في الموقف ده هعمل كده في الموقف ده ممكن اعمل كده في الديفنس اكتر هو خلاني ان انا اتحرك احسن اروح هنا يعني لما الكوره تيجي هنا اروح هنا بحس ان انا لا بفهم احسن وخليني اقول لك برده انت عملت حاجه كويسه جدا عمر بامانه جمهور الاهلي كله يعني فاهم ده انت الهمسه بيحسبوا عليك ما شاء الله يعني انت فين كويس لما كان البوينت جارد المحترف يعني انت حظك ان المحترف جاي في مركزك اه بس مع ذلك طبعا مستر اوجستي عامل روتيشن حلو يعني مش سايبه طول الوقت في الملعب يعني تقريبا الملعب بيتنصف ما بينكم وما بين بعض انت عملت حاجه كويسه جدا 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 ايه في خروج تومسون ونزولك الملعب ما بيقعش وبانت من البطوله العربيه وانت كتبت بالموضوع ده شهاده ميلادك الحقيقيه الحمد لله صح ولا انا غلطان هو يعني ده لازم حاجه اعملها ان انا لازم كنترول الملعب مهما كان انا نازل امتى يعني دي حاجه انا بعملها حتى لو مين بيلعب قبليه يعني حتى لو انا لعبت الاول قبليه لازم انا برده كنترول الملعب ما ينفعش الملعب يقع باي شكل يعني ما ينفعش تيرن اوفرز كتير ورا بعض لازم مثلا 2 تيرن اوفر لا لازم الملعب يهدى لازم دي يعني وطبعا المجهود والديفنس ده كل ده هو اللي بيخلي الملعب ما يقعش بعد المحترف طبعا وعجبني كمان ثقتك في نفسك انت بتتكلم فيها يعني الثقه في النفس دي على فكره نص البوينت جارد صانع العاب محتاج ثقه في نفسه لو الفرقه كلها فقدت ثقتها بنفسها لازم الم طبعا لازم الم الفرقه لو في اي مشاكل لازم انا يعني هو على طول بوينت جارد از كوتش اون ذا كورت ده كده معروف يعني المدرب هو المدرب اه البوينت جارد هو المدرب في الملعب فلو في اي غلطات لازم انا الم اللعيبه لازم مش فرقه سني يعني مش فرقه بلعب طبعا كل اللي جنبي بنجوم طبعا طبعا وزملائي وحبايبي بس لازم طبعا الم الفرقه لو في اي مشاكل اه بالظبط طب مروان يعني برده انت اول تمرينه ليك يمكن اول تمرينه كانت قبله شويه هو بالنسبه لي كان بسبب موضوع التنازل عن الماديه بتاعت سموحه دي كانت مفاجاه بالنسبه لي وبالنسبه للاداره برضو في نادي الاهلي شويه او بالنسبه للجهاز الفني فده اخرت نزول التمرين شويه كان الموضوع لسه ما اتحسمش لسه في مفاوضات اللي حسموا ان انت تنازلت طب يا جماعه في مشكله طب انا متنازل عن الفلوس بالظبط حاجه جميله جدا وحاجه يعني عمر ما احنا هننساها يعني مش عشان الفلوس ولكن عشان حبك وان انت شاري النادي الاهلي طبعا حتى اول ما الموضوع ده حصل فانا خدت يومين كده كنت افكر وطبعا كلمت مع والدي ربنا يخليهم لك واخويا الكبير فهم قالوا لي يعني انت بص انت رايح فين يعني رغم ان والدي يعني اتحداوي كبير يعني زي ما انت بتقول اسكندريه طبعا لا وما نقدرش نقول حاجه طبعا لا بس يعني. اخويا بقى كبير هو الاهلاوي اهلاوي يعني كلام الاخ الكبير هو اللي يمشي هو قال لي بص طبعا المكان اللي انت رايحه وده كان نفس التفكير يعني مستقبلك فبالنسبه لي انا اتاخرت يعني شويه عن الموضوع التمرين بس اول ما دخلت الصاله بقى وكان اول مره قابله انا كنت اتكلمت معاه في التليفون قبلها بس اول ما قابلته يعني بصيت كده وضحك وحضنني وقال لي يعني ايه اخيرا واحنا فرحانين بوجودك طبعا هنا معانا وان شاء الله نعمل حاجه كويسه ومع بعض طب قول لي يعني هو طب اكتر توجيهات يعني هل مثلا بيوجهك في الدفاع زي عمر اكتر مثلا هو دفاع يعني بيحب الدفاع هو الاستراتيجي بتاعته هي كلها مبنيه على الديفنس هو حتى كان بيتكلم في البطوله العربيه وبعد البطوله العربيه كان بيقول ان هو بيثق في اللعيبه
في موضوع الاوفنس ده مع التاكتكس اللي هو بيديها لنا الاوفنس بلايز والحاجات دي اللي هو بيديها لنا بيخلي الدنيا بسيطه هتجيب. بس في الموضوع الديفنس هو ستريكت قوي يعني فهي كل حاجه عندنا مبنيه على الديفنس حتى لو حد قصر في الديفنس هتلاقيه بيسحبوا ويوجهوا في الديفنس اكتر ما بيوجهوا في الاوفنس. طب هسالك سؤال برضو يا مروان يمكن انت خبر اكتر كمان من عمر يمكن برضو عمر هعرف اجابته على السؤال ده. انا لما بيكون معايا مدير فني على الخط هادي مش منفعل مش على كل غلطه مثلا يلاقيه بيزعق ويتحرك وبتاع ده بيديني حاله من الاستابيليتي النفسي شويه وانا في الملعب. الكلام ده صحيح؟ اه طبعا طبعا ان يعني من وجهه نظري انا طبعا بعد التمرين معاه والفتره النهائي بتاعت الماتش النهائي يا مروان انت كنت هناك؟ انا كنت موجود قاعد ورا. اتفضل مروان. دي بتديك ثقه حتى لو انت عملت غلطه الثانيه انت طبعا بتهزك شويه بس ما بتحسش بالضغط من بره لكن لو في ضغط من بره مع كمان. كل كوره مثلا انت غلطت فانت اوريدي بتلوم نفسك فانت بتحس ان الضغط الضعيف فانت بتحس ده هياثر عليك اصلا اوفنسيفلي او ديفنسيفلي. فلكن انا في لقطه كان الماتش اللي فات عجبتني يعني في سبورتنج ماتش سبورتنج كان حد يعني كان اول ماتش غلط غلطه في الاوفنس فهو راجع كان بيعتذر فهو راح مسقف له قال له ما ولا يهمك عايز يلعب فا انا كنت في يعني انا كنت في المدرج فشفت اللقطه دي عجبتني جدا ان هو اللعيب راجع بيقلب نفسه بيعتذر ده دليل ان هو حاسس انه غلطان بالظبط فما بيلاقي الكوتش بيسقف له فقال له ولا يهمك يعني ده يعني بدون ذكر اسامي ده لعيب كبير ولا صغير؟ هو لعيب صغير يعني كمان يعني من باب ادرى لو زعق له هتبقى الدنيا يعني فهي اللقطه دي كانت بالنسبه لي الماتش اللي فات فانت حاسس باريحيه ان هو البنش بره الدنيا هاديه والموضوع ما فيش ضغط وكل واحد عارف دوره بالظبط يعني دي جزء مهم جدا. طب انت الروتيشن اللي بيحصل بيضايقكم كلاعيبه هل مثلا لما هو بيدور الدنيا وده بيلعب وده بيلعب وده كل اللي بيلعب ومبسوط ده بيضايقكم ولا شايفين ده بيصب في صحه الفريق؟ هو بص حضرتك اكيد عارف الموضوع ده دلوقتي في الباسكت ما فيش لعيب بيلعب 35 و40 دقيقه حتى في الام بي مفيش كده بالظبط والفرق اللي هي بتكسب او بتدور انها تكسب بطولات ده نفسها لازم يبقى طويل ولازم تكون عندك بنش جاهز اللي بينزل زي اللي بيطلع فعشان يبقى عندك الموضوع ده لازم كل اللعيبه تلعب طبعا هيبقى مثلا النهارده فلان موفق النهارده ده مش موفق مثلا الموفق ده ممكن ياخد مينتس اكتر من اللعيب التاني ده شيء طبيعي يعني. لكن الروتيشن ده شيء اساسي يعني لازم يحصل كويس انتم متفاهمين ده وخليني اقول لك برضو حاجه حلوه عمر بيتفرج على الماتش كان بيتفرج علينا الماتش ده يعني عمر قاعد بيتفرج طبعا ذكريات وبطوله جميله مركز 4 انا طول عمري بقول عليه ان هو بيبقوا عصبيين شويه يعني انا لعبت مع اربعات كتير عصبيين انت واحمد حمدي غيرتوني الموضوع ده خالص يعني مركز يعني انتوا اعصابكم هاديه ما شاء الله يعني ما شاء الله وانت بتتكلم هدوء انت في الملعب طبعا طاقه ما شاء الله جامده جدا وفي حماس بس برضو الهدوء ده حاجه حلوه هو احمد حمدي اهدى مننا من الناس كلها يعني فده حمدي كول خالص يمكن السنه دي هو بيأدي كويس ربنا يوفقكم كلكم يا رب ان شاء الله طب عمر خليني اجي لك برضو نفس السؤال اللاين والخط بره لما بيبقى الكوتش واقف عليه هادي حتى في اسوأ مش اسوأ فاصعب زي ما بيقول الكريتيكال تايم اللي هو بيبقى الوقت المحرج اللي هو بيبقى خلاص اخر الماتش لما بتلاقي الكوتش هادي والدنيا وحتى لو فرقه ثانيه بتطلع عليكم ده بيدي لك انت كبوينج جارد بيدي لك يعني هدوء في تفكيرك شايف ده ازاي؟ ما هو ده يعني ده اللي انا كنت بقول لحضرتك عليه ده اللي بيديني الثقه ان انا العب بيديني الثقه ان انا لا احنا هنكسب ان شاء الله احنا ابص بره مش المدرب مش متعصب البنش هادي الناس مركزه كوتش بيقول لي وخمان خلي بالك الكوتش لما يكون هو مش متعصب نفسه يعني هو بيقول تعليمات صح يعني هو بيعرف يفكر اكتر فهو كوتش هادي جدا فده اللي بيخليه ذكي جدا هو هو عارف هو بيقول ايه امتى تايم اوت امتى تايم اوت هنعمل ايه دلوقتي فالهدوء ده بيأثر علينا في الملعب جدا كلنا بنبص بره لو يعني انا بعد ما بغلط لو غلطت حتى لو غلطه يعني جامده جدا لا هو كوتش عادي مفيش الزعيق مفيش البهدله لا هو ممكن يكمل وهنزل تاني هطلع وانزل تاني بالظبط والروتيشن شغال يعني الروتيشن يعني كله بيلعب ودي فرق بطوله ما ينفعش فرقه البطوله واحد يلعب اكتر من 20 دقيقه
ينفعش يعني ممكن 30 لو هو موافق جدا، بس يعني فرق بطوله بالذات لازم يكون في روتيشن كله كله لازم يلعب، يعني مش زي مثلا قبل كده انا ومروان كنا بنلعب 40 دقيقه مثلا. بس خلي بالك تجربتكم مع سموحه تلعبوا 40 دقيقه دي صدقني فادتكم، ده خبره كبيره جدا خبرة. يعني انت خدت خبره فوق دقيقه طبعا دي يعني خبره كبيره جدا في سموحه، الناس سموحه استفدت جدا يعني سموحه يعني اللي احنا فيه دلوقتي الحمد لله يعني بنشكر سموحه طبعا ان هو ادتنا خبرات. طب تقعد مع مين في الاوضه؟ هو هو اللي بعد هو ده تقعدوا مع بعض حتى في المنتخبات كنت تقعدوا مع بعض طبعا طبعا يعني انتوا مرتبطين اخويا وصاحبي طبعا فالحمد لله يعني ان احنا نيجي هنا مع بعض كمان فدي يعني مهون عليكم الدنيا كتير. بخلي بالكم انتوا اسكندرانيين طول الوقت يعني في اسكندريه طلعنا براحتنا يعني واخد بالك. بس انا الحقيقه انا بشكركم طبعا انتوا جيتوا لي النهارده ليه؟ لان انتوا كنتوا مخسرين ماتش اول امبارح وكان عندكم راحه وكنت ممكن تقولوا لا، في الحقيقه وجودكم النهارده ده انا مقدره جدا والله، واحنا كأسرة البرنامج وقناه مقدرينه جدا وده بيتكم ده برنامجكم يعني، ونتمنى على طول دايما تبقوا واقفين. طب خلينا اروح معاك في حته ثانيه يا عمر، وهي بطوله افريقيا اللي لعبناها مع المنتخب. مهم جدا لازم نتكلم، وده مش عيب ان هو يعني المنتخب لم يوفق وخد المركز ال11 يعني، انا شايف من وجهه نظري يعني اللعيبه ما قصرتش، اللعيبه ادت اللي عليها وعملنا ماتشات كويسه جدا، ولكن هو ضعف الاعداد شويه، يمكن ما لعبناش ماتشات كتير مع بعض، محتاجين وقت اطول، يمكن البطوله مش مؤهله لحاجه او بتاع، بس كان مهم. شايف البطوله فادتنا ولا لا؟ هي البطوله طبعا فادت كلنا خبرات طبعا الحمد لله كلنا، بس هي الفكره ان كان في ظروف اثرت علينا خارج الملعب يعني احنا مثلا كنا قاعدين بعيد عن الاوتيل صحيح، قاعدين على الملعب ساعه ونص ولا ساعه الا ربع بعيد جدا، وماتشات وديه ما عرفناش نعمل ماتشات وديه عشان الكورونا، عشان كده وكمان في اصابات يعني كانت مهمه جدا كان قبل الماتش بيوم. انس كمان اصابه، انس اتصاب في اول ماتش، هيثم كمال اتصاب في الاردن، في اصابات كثيره جدا اثرت علينا، فالاصابات مع العوامل الخارجيه الثانيه، الاوتيل ما كانش احسن حاجه، كناش بناكل، اكل كان وحش جدا، مسافه كبيره جدا، ما ينفعش تتمرن الصبح، في ايام ما كناش بنتمرن، في ايام كنا بنجري في الجنينه مثلا، فدي كلها عوامل طبعا مش مساعدانا ان احنا نلعب، بس احنا كلنا ادينا والجهاز الفني كله ادى وعملوا كله عمل اللي عليه طبعًا. وبصراحه يعني بطوله انا كان اول مره العب بطوله افريقيا، فدي طبعا ادتني خبره كبيره جدا. انت صغير كمان الحمد لله 23 سنه دي يعني، يمكن انا لعبت بطوله افريقيا يمكن اصغر منك، لعبتها 21 سنه، بس في السن ده هتلاقي نفسك لاعب ان شاء الله ربنا يديك الصحه، لعب لك 6 7 افريقيا ان شاء الله. طب اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا، عندنا كلام كتير هنتكلمه عن كره السله ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. مروان اجي لك يعني انت معجون باسكت ما شاء الله يعني، قصتك كلها كره سله زي عمر برضو كده، حاجه جميله. وفي اسكندريه بتلاقي الموضوع ده على فكره يعني، اسكندريه اللعبه الشعبيه، الناس اللي راحت اسكندريه عارفه ولعبت وشافت اللعبه الشعبيه الباسكت، ما سيبك كره على راسنا طبعا، بس الباسكت هو الباسكت. مين مسك الاعلامي اللي انت وانت طالع عايز شايفه وعايز ابقى زيه؟ هو كان طبعا من صغري اول ما انا بدات كان والدي طبعا، كان والدي واخويا يعني دول من وانت صغير، كنت لسه بقى انا ما اتفرجتش قوي على باسكت غير بعد. هو نفس مركزك؟ لا اخويا كان بوينت جارد. اقصر مني شويه. فانا اول ما بدات اتفرج كان طبعا كابتن اسماعيل احمد طبعا، اسطوره الاسطوره يعني. فاول ما فتحت عينيا كان هو اللي قدامي يعني، اول ما بدات اتفرج يعني كان اتعلقت بيه واسطوره. فهو على طول بالرغم ان انت لما بدات تلعب ما كانش اسماعيل في مصر، كان اسماعيل في لبنان، كان مسافر. بس انا مش كنت بتابع ماتشاته، كنت بقى على طول كان والدي يعني يقول لي اسماعيل احمد. فانا لما كبرت شويه بقى بتابع الدوري عامه يعني، وفرق طبعا على اليورو ليج دلوقتي يعني. بس مين في الام بي اي مثلا بتحبه يعني؟ انت بتروح امريكا وبترجع فاكيد بتشوف ماتشات الام بي اي. انا رحت ماتشات كتير، انا كنت بلعب في دوري الجامعات هناك فحضرت ماتشات كتير يعني. بس كنت بتلعب في جامعه ايه؟ ويسترن اوريجون. دي كانت في ولايه اوريجون جنب الجامعه بتاعت ايهاب على طول. ايهاب امين. انا كنت هناك اول ما انا اتخرجت. ايهاب دخل. ايهاب دخل. شفت بقى؟ طب بس انت ما لحقتش تلعب قصاده؟ لا احنا لعبنا الجامعه بتاعت ايهاب سنتين ورا بعض، بس اول ما انا اتخرجت ايهاب دخل السنه اللي بعديها. حتى كنت قابلته في نيويورك قبل ما يمضي مع جامعه اوريجن دي، وانا قلت له جامعه كبيره. بس خلي بالك اقول لك على حاجه مروان، انت مظلوم اعلاميا والله، واحنا دورنا ليه يعني؟ انا بكلمك يعني مروان، انت عندك خبرات ما شاء الله يعني مع المنتخبات والجامعات، ورجعت مسموح شلتهم سنين طويله، عملت انجازات كويسه لعبت معاهم افريقيا وبتاع، بس انت مظلوم اعلاميا يمكن هدوءك شويه، بس انت بعد كده مش هتتظلم اني مو خلاص انا حطيتك في المجلس فتبقى حاجه كويسه يعني. انت ما شاء الله عندك تراكم خبرات كويسه الحمد يعني لله. دي وحطيتها تحت خدمه النادي الاهلي، وبعد الخبرات دي كلها تقول انا عايز اجي النادي الاهلي، فده هتلاقيها انا يعني قلت حضرتك ده شرف يعني، وحاجه انا كنت عايزها بقالي كام سنه،
فانها تتحقق دي. لا واحنا مستنيين منك كتير ولسه ان شاء الله, لسه بطولات على ايدك ان شاء الله تحقق كتير كتير يعني. عمر برضو يعني نفس الكلام يعني, هل انت ما فكرتش مثلا تطلع جامعه, خاصه ان انت كنت يعني برضو مميز في منتخب مصر ونفس الكلام لعبت بدري درجه اولى, فكرتش ان انت تطلع بتاع ولا ما؟ لا وانا كنت هطلع بس جالي يعني الاصابه, جالي جالي الصليبي وغضروفين, فخلاص قلت يعني ده قدر وان انا لازم خلاص كده حاض يعني. بس اقول لك على حاجه, وعادك كان احسن لك والله, اقول لك يعني مش عشان حاجه, انت اكتسبت خبرات ما كنتش هتكتسبها لو كنت هو كله خير يعني, كله هو خير ربنا بيدينا الاحسن حتى لو يعني. انا كنت طبعا متضايق وقتها عشان صليبي, قلت يعني مش هعرف ارجع, كله كل تقريبا جيلي سافر امريكا, بس انا قلت يعني هرجع بصعوبه, بس الحمد لله يعني الحمد لله ربنا. طب قول لي انت 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 وانت مع المنتخب حاسس ان افريقيا اتقدمت في الباسكت يعني؟ انت برضو اكيد بتشوف واكيد تابعت وانت صغير ماتشات, حاسس ان افريقيا اتطورت يعني؟ انا شايف بعين المشاهد ان فنياتهم عالي جدا, ده طبعا بالاضافه للفيزيكال اللي هو اصلا عالي, شايف ان هم اتطوروا وشايف هم جماعيا اتطوروا بقى الموضوع صعب ولا الدنيا يعني ممكن نقدر؟ لا هو يعني زي ما حضرتك بتقول كده, هم اصلا كانوا فيزيكالي كويسين جدا يعني, هم اصلا القوه والسرعه وكل ده عندهم, جابوا مدربين اجانب طوروا من نفسهم, فده طبعا زادهم مهاره, فالمهاره على القوه والسرعه طبعا الموضوع بقى صعب جدا ان احنا يعني الموضوع يعني الماتشات بقت صعبه جدا في افريقيا. الفرق حتى الفرق اللي هي مثلا اي فرقه مثلا يعني كانت تحتينا بكتير مثلا, عندك مرواندا اللي هي جايه بعدينا بكتير, بقى ماتشها صعب, كل دي ماتشات بقت صعبه, غينيا اوغندا كل ده بقى ماتشات صعبه, بس يعني بس احنا لو كنا يعني انا متاكد ان احنا لو كنا في ظروف احسن من اللي فاتت وكاملين كنا كنا هنعمل حاجه كويسه جدا, كنا ممكن نلعب فاينل مع تونس الصراحه. انت حاسس ان احنا عملنا ماتش, احنا عملناش حلو جدا مع تونس, كنا هنكسبهم. تونس يعني مصر بالنسبه لهم, انا طول عمرنا تونس حبايبنا واصحابنا, بس اول ما السفاره وبيشوفوا تيشيرت منتخب مصر طبعا زي الجزائر كبزه. احنا جينا كمان حتى مع تونس, انا ما افتكرش ان انا خسرت من تونس غير مره, يمكن لما صالح بدا يطلع خسرنا مره واحده منهم في قطر, مره واحده في بطوله وديه, انما كان جيلي كله ايام لمجد بن نجاح واللي هم يمكن هم عارفين انا بقول ايه, كل ده كنا احنا بنكسب على طول, كان ماتش تونس ده بالنسبه لنا الحمد لله باذن الله مضمون. هم اتطوروا بعد كده, اتطوروا جدا, اتطوروا جدا جدا جدا, وعندهم كمان موضوع الاحتراف في كذا لعيب عندهم محترف, عندهم صالح, احترف مايكل كارف في اوروبا يعني, مكرم من رمضان, مكرم احترف في فرنسا وعمر عباده, وبعدين مكرم دلوقتي بيلعب في البرتغال, بنفيكا البرتغالي, عارف بنفيكا ده كان بيلعب فيه جان جاك الانجولي يعني, بنفيكا دايما بيبص على لعيبه افريقيا لازم عنده مكان بنفيكا, والفرقه كويسه وخلي بالك المحترف اللي جابته تونس اللي هو مايكل كورس المجنس, مجنس مايكل رول, انا اسف مايكل رول متعب صح؟ متعب جامد قوي. لا هو لعيب يعني, هو هيئته ما تديش ان هو لعيب, بس هو لعيب جامد يعني, لعيب جامد جدا, شنب وبتاع, شنب وكرش انا كنت ما اعرفش اقول مين ده يعني, بس لما شفته لا هو جامد جدا يعني, هو ذكي, هو لعب فاينل يورو ليج اصلا, لا هو جامد يعني. تعرف ان مين اللي رشحه لتونس؟ مين بقى؟ صالح ماجر هو اللي لعب قصاده ورشحه, رشحه بس هم كمان كابتن هيثم بقى لهم فتره طويله مع بعض حتى بالمجنس, فهم حافظين بعض يعني, هو نفس الجيل طالع مع بعض لعبوا, هم وهاب امين قال كده, هاب امين كان معانا وقال كده, هم اللي كسبوا نفس يعني, هتلاقي مثلا اثنين ثلاثه هم اللي متغيرين عن بطوله افريقيا اللي هم كسبوها اللي فاتت اللي هي من سنتين, افريكان اللي اسمها افريكان اللي كانت من سنتين كان اسمها افريكان, مش عارف افريكان هو كل سنتين كل سنتين بطوله كسبوها برضه, هم تاريخهم ثلاث بطولات منهم بطولتين, وعلى فكره امير روزيه اللي في الجهاز الفني ما كان بيلعب في كان بيلعب في الاهلي برضه. انا عايز اقول لكم يعني, طب يعني برضه هقول لكم حاجه, انا لما جيت اتنقلت للاهلي كان حلم حياتي, اول ما جيت كده كنت اقعد ادعي يا رب يا رب الدوري, يا رب عايز دوري, انا جيت النادي الاهلي ما خدتش دوري, انا ما عملتش حاجه. انتوا عندكم الويلنج ده؟ احنا اول ما جينا يعني كنا حتى بنتكلم, فاحنا قلنا احنا ان شاء الله نكسب كل البطولات اللي احنا ندخل فيها, بس اهم حاجه فيهم كان الدوري طبعا, ده حتى دلوقتي بيأهل لبطوله افريقيا, فدي بطوله مهمه جدا وكل الناس عايزه تلعب فيها يعني, فان ده خطوه بيخلي الناس تبص عليك, حتى بتلعب تحت مظله الام بي اي, فدي حاجه كويسه جدا. فاحنا برضو واخدينها ستيب باي ستيب يعني, اول حاجه حتى لو منطقه القاهره اقل في المستوى, فدي برضو ماتشات كانت تمهيديه للبطوله العربيه, فربنا كرمنا فيها الاول, دخلنا بطوله عربيه الحمد لله, الحمد لله ربنا كرمنا, فاحنا واخدينها ستيب باي ستيب يعني, دلوقتي اهو في بطوله المرتبط ماشيين كويس ومركزين, وتاهلنا اهو الحمد لله لدور ال 16, اعتقد احنا
الفرقه الوحيده اللي ما خسرناش ولا ماتش يعني الحمد لله. ف هي ستيب باي ستيب يعني ان شاء الله نخلص المرتبط. ويمكن مستر اجوستي كان هنا في القناه وكان منورنا وقال نفس الكلام، قال انا بقفل البطوله وافكر في اللي بعدين. قال لكم كده في اول تمرينه مثلا بعد الدوري بعد البطوله العربيه؟ هو اتكلم معانا قال لنا احنا هنفرح هنفرح وخلاص، ويعني يومين وكل حاجه، بس لازم نتعلم من اخطائنا. اكيد كسبنا بس في اخطاء هنتعلم منها، اللي جاي لازم نركز فيه، لازم نقفل صفحه البطوله العربيه خالص. قال لنا نركز في بطوله بطوله، قال لنا احنا يعني الطموح ما ينفعش يبقى ليه يعني مفيش سقف، انت كده كده لازم نكسب كل البطولات، بس الفكره ان انت تركز في بطوله بطوله. فهو قال لنا نركز دلوقتي في دوري المرتبط اللي احنا فيه دلوقتي، فاحنا دي اللي احنا عاملينه، احنا مركزين جدا في دوري المرتبط، وان شاء الله نخلص دوري المرتبط على خير ان شاء الله باذن الله نخش في اللي بعديه. فدي يعني سياسه طبعا احترمها جدا. يعني انا عايز اقول لكم الجمهور يعني بقى بيدور عليكم في القنوات ما شاء الله والله العظيم، يعني جمهور الاهلي عايز يشوفكم، الصفحات والسوشيال ميديا احنا عايزين ماتشات السله، عايزين ماتشات السله. فالحقيقه عاملين حاله حلوه، وانا شايف ان انتم ما شاء الله يعني اضافه قويه يعني احنا عايزين نفرحهم كمان. يعني احنا اكتر يعني حاجه عايزين نعملها ان احنا نفرح الجماهير كلها، مش عايزين حد يبقى متضايق مننا. يعني احنا لما جينا انا ومروان ما كناش مصدقين ان احنا كل دي مسجات بتجيلنا، كل الناس دي بتبارك لنا. يعني انا عايز اشكر كل الناس دي، في ناس كمان ما لحقناش نرد عليها من كتر من كتير يعني. لا بجد الناس بحب اشكرهم جدا كل الجماهير، فاحنا يعني عايزين نرد لهم الكلام ده، عايزين نفرحهم، عايزين نكسب لهم كل البطولات. فيعني خلي بالك جمهور النادي الاهلي الراحل صالح سليم قال النادي الاهلي ملك من صنعه، ومن صنع النادي الاهلي هو جمهوره. فالحقيقه جمهور النادي الاهلي هو اكبر داعم، وهو اللي دايما بيبقى الوقود اللي بيحرك اي مشاعرنا كلها طبعا. فوصلت لكم من غير ما يبقى فيه لا وصلت جامد جمهور. انت نفسك يبقى فيه جمهور في الملعب؟ انا نفسي يعني، انا بقول لك لعبت ماتش واحد بس بجمهور انا كنت باشعر، لو جمهور الاهلي كمان بقى دي حاجه ثانيه. لا وانت كمان ما ولا تروح مني في ايه، انت هادف الاستوديو بس في الملعب. بص مع الجمهور بقى مع الكره بقى بتاعك، بص الاقي بص هينط يجيب الكشافات يا ريت يعني نفسنا بجد. فهو حسنة. مع الجمهور هيبقى انا لعبت بس يعني يمكن بعد عوده الجمهور في الكوره ممكن الدنيا تفتح، ممكن باعداد قليله الاول ربنا يكرم. دي حاجه احنا بنحلم بيها برضه يعني، ونتمنى ان يعني في الماتشات يعني حتى لو في جمهور واتفتح ما يحصلش فيه تجاوز. لا طبعا عشان نشجع المسؤولين. هو جمهور الاهلي كده كده يعني، انا الحاجه بصيت جمهور الاهلي ان حتى لما الفرقه مثلا حد لعب وحش لا هم مش بي يعني مش بيدعموه، هم مش بيقولوا انت لعبت وحش، لا هم بيدعموه بيقولوا ركز. يعني انا كذا مره يقولوا لي لا ركز في اللي جاي ان شاء الله يعني بالظبط. فجمهور الاهلي بالظبط جمهور الاهلي فاهم باسكت، وغير كده ان هم مش عاديين يعني، مفيش ما اظنش ان ممكن يحصل حاجه زي كده. الاهلي الدنيا تمام وزي الفل، جمهورنا بيعرف ايه يعني عارف هو بيعمل ايه بالزبط. بس انا بتكلم ان هو في اوقات ساعات يعني بدون مش عايز اخش في تفاصيل يعني، ايا كان لو الجمهور لو الدنيا فتحت نتمنى انها تستمر. طبعا ودي هتستمر بانه الجمهور يقول انا موجود وبدعم فرقتي وفرقتي بس. ان في فرق وانت بتلعب بجمهور من طبعا وبالذات معاك وانت حماسي الروح اللي موجوده في الفرقه كلها مش احنا بس يعني أكيد. روح الفرقه أكيد. كلها بصراحه اكيد. عمر انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني معاك، الحلقه حلوه وقربنا منكم وعرفناكم على الحقيقه. بشكرك عمر. شكرا لحضرتك مروان، بشكرك نورتيني وشرفتيني، كل التوفيق ليك انت وعمر. شكرا حضرتك. شكرا اعزائي المشاهدين، دي صفقاتنا، دي لاعبتنا، دي نجومنا. خلاص صفقات ايه بقى، احنا بطولتين دلوقتي بنتكلم ان شاء الله باذن الله في الثالثه. بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.